معانا فقره، الفقره دي فقره مهمه، فقره نشئات النادي الاهلي في كره السله اللي قدروا يفوزوا ببطوله منطقه القاهره. بندعم كل فرق النادي لان هم فعلا مستقبل النادي وامل النادي في المرحله اللي جايه. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده نجومنا في قناه الاهلي. معانا كابتن ومدير الفني كابتن خالد عياد. كابتن خالد منورنا. اهلا بيك يا كابتن خالد. ومعانا بطلات النادي الاهلي ونجمات النادي الاهلي فريده عبد الهادي منورانا. شكرا. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. الاهلي حديد؟ اهم حاجه. ومعانا كابتن ملك مروان. كابتن ملك منورانا. اهلا بحضرتك. مكشوف. احنا لسه هنتكلم، لسه ما اتكلمناش اي حاجه خالص. مظبوط. ومعانا كابتن نور وحيد احد نجمات النادي الاهلي. كابتن نور اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. تمام. هبدا معاكي واقول لك كره سله لعبه حاجه مهمه جدا، ويعني نجوم كتير في كره السله. بطوله منطقه القاهره بتمثل ليكي ايه لما كسبتيها؟ ان احنا كسبنا الفرقه اللي احنا كناش عارفين نكسبها طول حياتنا. حلو. وهنخرج لتقرير عن فريق كرة السلة ناشئات 14 سنة بيفوزوا ببطولة منطقة القاهرة، وترجعوا لنا مرة تانية. نجح فريق ناشئات كرة السلة بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة منطقة القاهرة مطلع الشهر الجاري، وذلك عقب فوزهم على فريق الزهور بنتيجة 66 مقابل 59 نقطة في مباراة قوية بين الفريقين. يبدو أن ناشئات المارد الأحمر عازمات على المضي قدما نحو منصات التتويج في بطولة الجمهورية والتي تقام حاليا، خصوصا بعد اكتساحهن لناشئات الزمالك بنتيجة 58 مقابل 22 نقطة، مما جعل جماهير الأهلي تطمئن على مستقبل اللعبة داخل جدران القلعة الحمراء. سلة سيدات الأهلي تعزف سيمفونية رائعة بعد استحواذهن على أغلب البطولات المحلية، سواء بطولة منطقة القاهرة أو دوري المرتبط أو كأس مصر أو دوري السوبر. كما نجحت جنة إيهاب الألفي في حصد لقب أفضل لاعبة في بطولة منطقة القاهرة للناشئات تحت 14 سنة للعام الثاني على التوالي، بعد قيادتها لزميلاتها بحصد لقب أول في بطولات الموسم على صعيد الناشئات تحت قيادة المدير الفني خالد محمود عياد، الذي يسعى لتسطير مجد شخصي له ولمسؤول القلعة الحمراء. ناشئات الأهلي أمامهن مشوار مليء بصعوبات في ظل المنافسة القوية مع لاعباته اليوبيليس، الصيد، الجزيرة لحصد لقب بطولة الجمهورية، لكن آمال الجماهير الحمراء كبيرة لحصد اللقب ليضاف إلى خزينة بطولات الأهلي العامرة بالكؤوس. هتفضل فعلا بطولات النادي الاهلي عامره ببطولات طول ما عندنا نجمات ونجوم في النادي الاهلي، دايما قلبهم على النادي الاهلي، وان شاء الله دايما هيزيد الكؤوس دي لاكثر عدد كان، محدش يقدر يلاحق النادي الاهلي في عدد الكؤوس والبطولات في الالعاب الاخرى. نور، وقفتي ان انت كسبتوا بطوله وكسبتوا الفرقه اللي انتم ما كنتوش قادرين تكسبوها. يعني كسبنا الفرقه اللي احنا مش قادرين نكسبها طول حياتنا. يعني كسبت مين؟ زور. ما كنتوش قادرين تكسبوها؟ كابتن خالد، كلمه مهمه هي بتقولها، كنت عايز ابدا معاك البطوله، لكن الفرقه اللي ما قدرتش تكسبها الزهور، ايه اللي حصل؟ هو الفرقه دي كل طول عمرها تكسب الاهلي يعني. من ميني ميكرو ميني باسكت، هي السنه اللي فاتت خد البطوله منهم. بس كنتش موجود معاهم بصراحه. تمام. طب في البدايه مستوى البطوله، مستوى البطوله الفرق المشاركه معاك واستعدادكم للفاينل بتاع البطوله. هي البطوله الصراحه كانت جامده جدا يعني. اجمد يعني. كنت سافر موجود في ال 14. كان برضه كان عندنا الزهور، خدنا الفاينل والزهور برضه. تمام. السنه دي كانت البطوله صعبه شويه لان فرقه الزهور فرقه تقيله شويه. فرقه تقيله. بس احنا السنه دي عملنا طفره جامده قوي. في فرقه في فريق فرقه الاهلي يعني كله قال هيكسب، هنكسب الزهور فرق 20 بوند. سكينا كل الماتشات كنا بنكسب 20 فعلا. غير ماتش الاهلي ماتش الزهور كنا خسرين طول الماتش. عملنا كومباك 12 بوند، طلعنا 10. كومباك 12 بوند. 12 الرابع. كومباك كوارتر الرابع. و13 بونت كمان. 13 بونت. إز يعني 3 كوارتر ماشيين هم ليدنج في الماتش. هم ليدنج. ويعملوا الكامباك، رجعوا كامباك زي البنات. والله بص احنا ضغطنا من يعني غيرنا في النوع الديفنس بتاعنا.
فضغطنا من اول الملعب فعوضنا. تمام. ملك قولي لي الماتشات بتبقى صعبه، هو ماتش الظهور كان صعب ولا كان في ماتشات ثانيه صعبه بالنسبه لكم؟ كان في برضو ماتش الجزيره. قولي لي عملت ايه في ماتش الجزيره؟ ماتش الجزيره برضو كان هم عندهم توفيق يعني. احنا ما كناش موفقين برضو زي كل الماتشات. وماتش الظهور برضو احنا جبنا فيه كذا 3 بوينت. ماتش الجزيره ما كانش عندنا برضو حظ قوي. ما كانش عندكم، لكن قدرتوا تعدوا المباراه. الحمد لله. قولي لي فريده، قولي لي امتى عرفتي ان انتوا كسبتوا بطوله منطقه القاهره؟ حسيتي امتى والماتشات جامده والفرق كتيره والضغط اللي عليكم كتير؟ يعني لما اول ما كسبنا الظهور مثلا. اول ما كسبنا الظهور حسينا ان احنا خدنا البطوله، عشان هما كل مره بيكسبونا كتير. وهما السنه اللي فاتت خدوها مننا، فكانت حسيت لما احنا خدنا البطوله لما احنا كسبناهم فرق شويه. نور قولي لي دخلتي ملعب كره السله ازاي؟ يعني وصلتي ازاي ملعب كره السله؟ في بدايتك كنت صغيره. يعني اتمرنت. لا يعني وصلتي الملعب اخترتي، اشمعنى اخترتي كره السله؟ لا انا لعبت حاجات كتيره بس دي اللعبه اللي حبيتها. يعني لعبتي العاب كتيره ايه قبليها يعني؟ هاندبول وسباحه. خيل بس. وبعد كده رحت لكره السله؟ رحت كره السله عشان حد قال لك روحي الملعب، ولا انت روحت الملعب لوحدك؟ لا انا اللي كنت عايزه اروح. انت اللي كنت عايزه تروحي كره السله. تمام. كابتن خالد، الاجيال في 14 سنه التعامل معاهم شويه صعب. صعب جدا بالذات الاجيال دلوقتي. هو انا بقالي عشان بقالي كتير مميز في السن ده، فعندي خبره، حتى بسافر امريكا فعندي خبره في السن ده. انا كنت من نابلس اساسا. كنت ماسك منتخب برضك 14، بقالي 6 سنين. حلو. بقالي سنتين في النادي الاهلي. بس هو فعلا السن ده صعب شويه. التعامل بيكون والمواقف بينك وبين. هو انا عشان انا بتعامل معاهم كاني اب بالظبط. هم اولادي، انا عندي بنتين ما شاء الله. فهم كلهم ولادي الصراحه. بقوا كلهم بناتك. هم كلهم بناتي. يعني زودنا البنات 14 صح؟ هم 14 واحده؟ لا 20 واحده. 20 واحده. قول لي ازاي المدرب يقف على 20 واحده كيفيه التعامل؟ هو كتير الصراحه. هو انا وجدنا بس يعني الواحد كخبره عشان اسافر كتير وبشتغل يعني في السن ده بقالي كتير. خلاص بقى اتعودت يعني. حيث. بس انا شديد عليهم في الملعب قوي. شديد عليهم في الملعب. بره الملعب حاجه ثانيه. بره الملعب حاجه ثانيه. مالك قولي لي كابتن خالد جوه الملعب شكله ازاي؟ كابتن خالد بيشد علينا وكده عشان يعني يطلع احسن حاجه، بس بره الملعب بقى طبعا بنهزر كتير قوي. قولي لي موقف مع كابتن خالد جوه الملعب. موقف مع كابتن خالد جوه الملعب صعب. صعب يعني ماتش ظهور 12 بونت والكامباك، قال لكم ايه ساعتها تفتكري؟ حكم يكسب. اكيد. كابتن طول الماتش كان بيقعد يقول لي ان احنا هنكسب ان شاء الله، هنكسب ان شاء الله. فضل يقول لكم هنكسب ان شاء الله؟ لا اكيد. زعق برضه يعني ولا ايه؟ اكيد الكابتن كان بيزعق شويه. تعبنا، عملنا فتره تدريب جامده جدا. هو الموضوع بالنسبه لي كان تحدي برضو، ان انا عايز انقل الفرقه طبعا من تاني الاول. السنه اللي فاتت برضو كان عندي اصعب شويه، كانوا تالت قاهره وبعدين خدنا اول وخسرنا فاينل جمهوريه بونت من سموحه. السنه دي ان شاء الله احنا يعني ربنا يكرمنا في الجمهوريه ان شاء الله. ناقصنا الجمهوريه. الجمهوريه هيبقى ماتش برضو سموحه، فرقه جامده. فريده تدريبات يوميه مظبوط؟ تدريباتكم بتوفقي ازاي بين تدريباتك وبين الدراسه؟ يعني بس حاجه مهمه طبعا. قولي لي يعني مثلا لو رحت قبل التمرين بشويه بقعد اذاكر، وممكن اذاكر في العربيه مثلا. يعني في تجمع. تجمع خامس وتيجي لغايه اهل الجزيره مظبوط؟ طيب قولي. يعني لو قعدت بعد التمرين مثلا، عشان اختي مثلا عندها تمرين تلعب باسكت برضه؟ 16. تمام. بقعد اذاكر، وممكن قبل التمرين برضه يعني على ما يبدا التمرين بقعد اذاكر واوفق يعني. ممكن برضه اقعد في العربيه بذاكر. يعني مذاكرتك بقى في العربيه، مش قدام، مش قاعده على ديسك في البيت وبتذاكري اكتر، مذاكرتك راحه جايه في العربيه. قولي لي يا ملك، المذاكره دي حاجه مهمه طبعا. اكيد. عايزه تطلعي محترفه باسكت ولا مذاكره؟ صعبه دي. ازاي؟ ليه صعبه؟ عشان انا بحب الباسكت يعني، مش بلعب عشان بطولات بس. بلعب عشان انا بحبها برضه. بتحبي الباسكت نفسها؟ طب قولي لي لو خيروكي بين الاثنين تختاري ايه؟ طب قولي لي ماما، مين اللي بيوصلك بقى؟ ماما واكيد بقى. وانا بابايا مسافر. هايل. يعني هو ماما اللي شايله. ماما بتوصلني وبتذاكر لي بقى وكده، بس اكيد برضو من بره بيكلمني كتير يعني. طب قولي لي، تقولي لماما ايه انت على الهوا كده؟ اقول لها ايه؟ ايوه تقولي لها ايه؟ اقول لها طبعا يعني شكرا لكل اللي هي عملته، يعني ان هي كانت بتتعب معايا وبتوصلني كتير جدا. ربنا يكرمها يا رب ويخليها. التعامل مع اولياء الامور شيء صعب في الزمن اللي احنا فيه. انا يعني انا اول ما جيت الاهلي ما بكلمش اولياء الامور يعني. ليه؟ مش عندي حاجه، وانا كبروفيشنال بس. تمام. هو انا ايه يعني
انا عندي بيتي برضو كان شغال في مدرسه بريطانيه. ايوه. بصحى كل يوم الصبح اروح المدرسه. ايوه. عندي بيتي وولادي. فانا بتعامل مع اللعيبه اول ما جبتهم اول السيزون اول لعيبه الاهلي يعني. قلت لهم بصوا انا هتعامل معاكم كاب. ايوه. انت عندك اي مشكله تعالى اتعاملي معايا دايركت. دايركت. احسن حاجه برضو. انا شايف الموضوع ده كويس يعني بس يعني انا شايف ان هو كويس. شايفه كويس من وجهه نظرك. انا من وجهه نظري. لكن ما بيجيلكش مشاكل من اكيد بيجي بقى في ناس يعني مش ما انت كمدرب الناس كلها مش هتبقى مجمعه بس الحمد لله انا ناجح يعني انا كمدرب ناجح ما شاء الله ما شاء الله. كسبت الزمالك 58 22 مظبوط. احكي لي ايه اللي حصل. الحقيقه ان انا اصلا كنت مصابه فما لعبتش الماتش. البنات سيل لعيبه ما شاء الله هي لعيبه مهمه جدا في الفرقه. هي نور من اجمد خمسه في مصر يعني. هي نور هي نور واقفه قدام الكاميرا مش عايزه تتكلم. انا بحاول اخليها تتكلم. قولي لي يا نور اكيد اتفرجتي على الماتش ولا ما اتفرجتيش على الماتش بتاعهم؟ لا اتفرجت. قولي لي رايك ايه في الماتش ده؟ كسبنا الزمالك 58 22. طبعا هي فرقه الزمالك فرقه مستواها قليل شويه عننا فهم البنات يعني عملوا حاجات كويسه جدا عشان كده كسبنا. عشان كده كسبنا. فريده قولي لي مين ماسك الاعلى في كره السله السيدات؟ الاهلي. ساره مغربي. ساره مغربي. اشمعنى ساره مغربي؟ عشان بحب طريقه لعبها وهي بلاي ميكر برضو زيي فبحب طريقه لعبها يعني. هايل. كابتن خالد قول لي ابرز الفرقه هتقابلنا في بطوله الجمهوريه اكيد بتختلف. عندنا سيمي فاينل سيد سيد ودجله ان شاء الله. انا هي اصعب ماتش عندي هيبقى ظهور واسمه ماتش في الملعب. دخول اسكندريه معانا في بطوله الجمهوريه بتبقى عامله هو السنه اللي فاتت كسبونا بونت الفاينل. الفاينل بس احنا ما كناش مرشحين السنه اللي فاتت. عملنا طفره برضه في الفرقه. الفرقه كانت تالت قاهره. خدنا اول قاهره الحمد لله. سيبنا حتى الظهور في ملعبها. كانت معايا نور من الصحابه. مالك برضه مروان من الصحابه من 13 ل 14. هايل. قول لي عملنا ايه عشان نطلع من تالت قاهره نكسب بطوله مطروح؟ والله بص انا يعني بمرن كل يوم. يعني انا بقول لك حضرتك انا بشتغل في امريكا. كل سنه بتجيلي منحه في امريكا في فلوريدا يعني. هايل. فبشتغل السن ده محتاج انديفيدوال اشتغلت معاهم انديفيدوال كتير قوي. اشتغل معاهم الصبح وبعد الظهر بس 7 و8. يبقى في فتره الاعداد عملنا ماتشات كتيره. ففرقت معانا بقى بحفظهم كتير يعني. هو السن ده محتاج حفظ ولا محتاج تعليم اكتر؟ هو محتاج تعليم ومحتاج حفظ. تقعد تحفظهم معاهم كتير لان هم مش بيستوعبوا يعني. قولي لي اكيد وانت بتلعبوا بيحصل مواقف وانتوا رايحين في الباص وانتوا بتلعبوا ايه الموقف اللي حصل معايا كده؟ ايوه انا جاي عليك كده. قولي لي يا نور. انا؟ لا سوري ملك انا اسف. قولي لي يا ملك. لا مفيش حاجه معينه والله بس احنا في الباص طبعا بنقعد نهرج كتير قوي يعني. وانتوا رايحين ماتشات ولا وانتوا راجعين من الماتشات؟ لا اكيد واحنا راجعين اكتر يعني. وانتوا راجعين صح؟ بتروحوا مركزين بتبقوا مركزين وانتوا رايحين الماتش. قولي لي يا نور وانتوا رايحين الماتش مركزين جدا 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 مفيش كلام خالص في الباص ولا بنتكلم كلام عادي؟ لا. ايه؟ لا ما بنتكلمش. مش عايز تحكي لي انت النهارده حاجه؟ لا والله ما بنتكلمش يعني بننزل قاعدين كده. قولي لي موقف حصل معاك وجوه الباص. واحنا رايحين ولا واحنا راجعين؟ واحنا راجعين. البيبي شارك. ايه البيبي شارك؟ اغنية كابتن خالد المفضلة لازم نغنيها له واحنا راجعين. اللي هي ايه؟ بيبي شارك. ايوه بتاعة اطفال. ايوه غنيها له. ايه مالك وقفت ليه مني؟ ما ينفعش يعني. ما ينفعش طب خلاص ماشي ما ينفعش مفيش مشكله. قولي لي يا فريده طموحك ايه في المرحله اللي جايه؟ ان انا اكمل ان شاء الله في 16 يعني والعب يعني اهم حاجه. اهم حاجه تلعبي. سؤال مهم جدا لو جالك احتراف يعني بتفكري انت تحترفي بره مصر زي البنات عندكم بنات كتيره في الباسكت محترفين بره مصر. تفكري في ده؟ ان شاء الله. هتعملي فرصه ولا هتشوفي حد يطلعك الفرصه؟ يعني انت هتروحي للفرصه هتدوري عليها ولا رايك ايه؟ لا ان شاء الله هدور عليها. هايل. قولي لي يا ملك نفس الكلام الاحتراف؟ بتفكري في الاحتراف الخارجي؟ اكيد. بتفكري؟ قولي لي مين مثلك الاعلى في الباسكت؟ نادين سلعاوي وهالة مصطفى. الاثنين كانوا في امريكا. مظبوط؟ فناوي تطلعي امريكا باذن الله؟ ان شاء الله. باذن الله. البنات لما في احترافهم شايف ان يقدروا يحترفوا في السن في السن ده ولا انا شايف عندي انا عندي ممكن اربع خمس لعيبه يلعبوا. اربع؟ شايف جنى الالفي. شايف نور وحيد. تمام. ملك في فاطمه وعندي برضه اثنين. هكلمك على جنى الالفي بالذات وهي بنت كابتن ايهاب الالفي. بتلاقي مشكله في تلعيب جنى الالفي مع ان هي واخده احسن ناشئه. هي السنه دي الصراحه عامله طفره جامده قوي الصراحه. هي ان شاء الله يعني مركزه في التمرين. مرة برايفت مع باباها اكيد صح؟ لا 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 كابتن معايا كل يوم. هايل. بس هي ما شاء الله هي لعيبه
لازم اسالك سؤال تواجد او تنسيق والتعاون بين الفرق وبعضيها مع كابتن نبيل بخيت. بصراحه كابتن نبيل بخيت ده اتكلمت عليه من الصبح الصراحه. هو متواجد من الساعه 2 الظهر غير الساعه 12 بالليل. هو بمثابه اب يعني، مش دي حقيقه بجد يعني. ما هو يعني كابتن النادي الاهلي لازم يبقى قاعد يعني كابتن نبيل. والله برضه بشكر المدربين كلهم عندنا في النادي سواء قطاع الولاد والبنات. كابتن احمد ابراهيم مدرب المرتبط ما سابنيش ولا ماتش، كان بيسيب الشغل بتاعه يقف معايا في الماتشات. عمر هاشم، محمد اشرف، كابتن علي هاشم. شايف ان دي اسره كره السله كلهم متواجدين. الصراحه ما شفتش مدربين في مصر زي بتوع المدربين النادي الاهلي بالامانه، سواء قطاع الولاد والبنات. انت في النادي الاهلي بتتعلم. كابتن خالد اول سنه شغل في النادي الاهلي؟ لا تاني سنه. تاني سنه. السنه اللي فاتت. انا تاني بطوله ليا السنه دي. السنه دي. تاني بطوله. تمام، يعني دي تاني سنه، ففي اختلاف بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني. انا كنت في اليوم لسه. 12 سنه من اليوم لسه. فانا كان النادي الاهلي اتعاقد معايا وكنت في المنتخب وكده. فلا يعني المدربين الصراحه كاني مش غريب، كلهم يعني كلهم اخوات، ما سابونيش ولا ماتش الصراحه. هو ده النادي الاهلي. يعني انا حتى برضو في ماتشات الميني باسكت اروح مع الولاد. تمام. كابتن عمر هاشم، محمد ابراهيم، محمد اشرف. هو دي هي دي روح النادي الاهلي وده روح الفانيلا الحمراء. خلينا نسال كابتن نور طموحك ايه في المرحله اللي جايه؟ نحترف واروح ومن ام بي اي. وتروحي؟ هي صراحه تستاهل ومن ام بي اي. هايل، يعني طموح جميل وطموح مشروع. فريده نفس الكلام برضو هو ام بي اي؟ ان شاء الله. ده الطموح. مفيش دراسه، شكلكم كده هتطلعوا من هنا طبعا. هم كلهم في النادي اكيد اكيد. ملك ايه؟ نفس الكلام. نفس الكلام. كابتن طموحك ايه في المرحله اللي جايه حضرتك شخصيا؟ انا نفسي ربنا يكرمني كده اهو ده اول جمهوريه. ونفسي ربنا يكرمني، انا نفسي اكمل في الاهلي سنتين ثلاثه كده وبعدين اسافر امريكا. هايل. هسالك اخر حاجه، جايزه جانا ايهاب الالفي خد جايزه احسن اشعه. هي فعلا الصراحه يعني هي تستاهل يعني. هي تستاهل. هي ما شاء الله في الماتشات كانت خلصنا يعني. تمام. والفرقه برضو في اثنين في الفرقه نور ما شاء الله هايله جدا. بس مش عايز في اثنين ديفنس برضو كلهم هيقول لك ديفندر. لا والله لعيبه الديفندر بتوعهم. اهي قدامنا جانا ايهاب الالفي على قدامنا عشان شويه بتستلم الجائزه. اتفضل. في نورين ما شاء الله ديفندر جامد. هايل. مرام. كل الفرقه. ما شاء الله كل الفرقه. كل الفرقه. خلينا يعني نقول لكم شرفتونا والف مبروك ليك كلكم، فريده وملك ونور. مش عايز اتكلم معايا بكره صح؟ انا ممكن اتكلم لغايه بكره. انا بحب اشكركم كابتن خالد، نورتنا وشرفتنا. شكرا والله. نورتنا وشرفتونا. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمات تانيين في كره السله 14 سنه في النادي الاهلي. هنستكمل لقاءنا مع بطلات الاهلي او نجمات الاهلي ناشئات في كره السله تحت 14 سنه اللي فازوا ببطوله منطقه القاهره. خلينا نعرف النجمات اللي معانا. معانا جنى الالفي كابتن فريد منورانا. ربنا يخليك. ومعانا نورين ابو بكر منورانا. اهلا بحضرتك. ومعانا ميرام زكريا صح كده؟ الاسم مظبوط؟ مظبوط. هايل. ومعانا ملك محمد منورانا. اهلا بحضرتك. ملك قولي لي، بطوله صعبه وقالوا ان ماتش الظهور كان ماتش قوي جدا، في مشكله بس اللي فاتت ماتش الظهور كان احنا كان بقى لنا كذا سنه ما كسبناش ظهور، فكان بالنسبه لنا السنه دي اهم سنه ان احنا لازم نكسب الظهور وناخد البطوله علشان تدينا اسم كويس في ناخد بطوله لينا، يدينا حافز كمان ان احنا ممكن نكسب جمهوريه ان شاء الله. بالظبط. تمام. جنى انت كابتن الفريق، قولي لي التعامل مع اللاعبات شكله ازاي معاكي؟ اكيد ليكي بتتكلمي معاهم، بتشدي الفرقه بشكل مختلف. طبعا. طبعا لازم قبل كل ماتش احنا لازم ما نخافش الماتش بتاعنا ان شاء الله، احنا فرقه جامده، احنا بذلنا مجهود من اول السيزون، احنا واخدين الموضوع جد. احنا ان شاء الله البطوله بتاعتنا بطوله المنطقه ان شاء الله بتاعتنا وجمهوريه. احنا هنخلص بس من المنطقه ان شاء الله الاول وان شاء الله نفكر في جمهوريه. حلو. ميرام اكيد وانتوا بتتمرنوا كل يوم بتقابلك مشكله في مع المذاكره بتاعتك؟ اكيد. بتعملي ايه؟ كمان ميرام تالت اعدادي. تالت اعدادي كنت بلعب سباحه. هايل. بس بطلت فتره عشان اركز في الباسكت عشان البطوله ناخدها. بتلعبي سباحه برضو ايفنتات وكده؟ ايفنتات وكنت باخد بطولات ما شاء الله في الجمهوريه في القاهره، فكنت بنظم وقتي. وبعدين تماريني بتاعت السباحه اصلا ما كانتش بتبقى بعد الظهر، بتبقى الفجر.
كنت بصحى الفجر اقعد اذاكر شويه، وبعد الفجر بعد التمرين بروح اقف قدام مدرسه انا ومامتي تقعد تذاكر لي برضو برضو ماما عشان كده، عشان بابا كان برضو بيبقى مسافر. فبعديها بنروح المدرسه، بعد المدرسه بنروح التمرين، وانا في المسافات بتاعه العربيه بقعد اذاكر في العربيه. مرام انت عندك اخوات؟ انت وماما؟ اه ما شاء الله. يعني انتوا طريقكم في اليوم العادي قاعدين تقريبا في الشارع؟ اه صح كده. المذاكره ماما بتشتغل كمان ما شاء الله عليها. يعني فعلا اولياء الامور بيتعبوا، وبيتعبوا تعب كل الشكر ليهم، ان فعلا يعني الامور صعبه جدا، شغل مع الاولاد فالامور بتبقى صعبه جدا. قولي لي ايه اصعب مباراه غير مباراه الزهور لعبتوها؟ الجزيره برضو. ماتش الجزيره عشان احنا كنا بنلعب على ملعب مختلف، على ملعب اكبر، وكنا ما سخناش عليه كويس قوي. ليه ما سخنتوش عليه؟ لا هو عشان احنا لعبنا 3 ماتشات قبليهم، كنا لعبناهم 3 ماتشات كويسين، فاحنا لعبناهم على ملعب غير الملعب ده. فما لما الملعب اتغير احنا كنا ستايل لازم نتعود عليه اكتر من كذا مره، اكتر من الماتش ده، من قبل الماتش ده المفروض كنا نتعلم عليه اكتر. حيل جانا اكيد كابتن ايهاب الالفي ليه تاثير معاكي، هو اكيد ده بابا وفي نفس الوقت هو المدير الفني. قولي لي التعامل بيكون ازاي لما تروح بيبقى لعبه ماتش وحش وكده، بيعمل معاك ايه؟ لا طبعا بيقول لي غلطات عشان بعد كده بيزعق بقى وكده ولا ايه؟ لا هو بيفهمني بالراحه. لا بتبقى والله بيتكلم بالراحه بس لا لما بتبقى اخطاء يعني ملهاش لازمه لا بيتزعق عليها، بس مش بيبقى ليها لازمه. لو انا ما ينفعش اعمل غلطات دي اصلا. ما ينفعش تعمليها. بتمرني بتروحي بقى الملعب معاه في التدريبات وهو بيمرن وانت بتقفي في ملعب باسكت بتقعدي الناحيه الثانيه ولا ايه؟ انا من صغري هو كان على طول بيبقى عنده تمرين، هو كان في الاول بيمرن الاولاد. كنت على طول كنت انا لسه صغيره سنتين ولا حاجه، كنت عمال على طول بمسك كوره بلعب بشوف هم بيعملوا ايه وبقلدهم حتى من صغري. حتى لما مثلا بيبقى في عدد قليل في فرقته الفيرست تيم بنات بنزل مثلا اكمل عدد. ملك قولي لي ليه اشمعنى اخترتي كرة السلة؟ هي حاجة كويسة ليا اولا عشان طولي، ثانيا انا كنت بتفرج على ماتشات كتير وانا صغيرة. انا كنت بحب الباسكت. بتحبيها اساسا؟ انا بحب الباسكت اصلا. يعني ايه ما رحتيش طايرة مع ان اغلب البنات بيروحوا طايرة؟ يقول لك اصل مفيش التحامات ومفيش اي حاجة. لا ما اشمعنى فضلت كرة السلة؟ حسيتها اقرب حاجة ليا كمان كطول غير كده انا حبيتها من اول مره، يعني انا اول مره اتفرجت عليها حبيتها. هايل. طب معانا تليفون مهم من المدير الفني صديق العزيز كابتن ايهاب الالفي. مساء الخير يا كابتن ايهاب. الخير كابتن خالد. يعني تليفون وجانا معانا في الهواء، فيعني حاجه رائعه بصراحه. كابتن ايهاب بطوله تحت 14 سنه، بطوله مهمه، السنه اللي فاتت ما كسبوش لكن السنه دي كان عندهم اصرار مكسب بطوله منطقه القاهره، تقول عليها ايه؟ انا اولا بحييهم طبعا على البطوله، كانت بطوله صعبه وما كانتش السنه اللي فاتت ما توفقوش، يعني جيل 2005 لكن السنه دي ما شاء الله اسبوع. بحييهم لعبوا ماتشات كبيره، مبروك عليهم، وهم هو ده مستقبل النادي اللي احنا بنحضر له من زمان. يعني كل الفرق بنهتم من اول 14 سنه يعني بدايه البطولات، وربنا يكرمهم ان شاء الله، منتظرين منهم الجمهوريه ان شاء الله. بطوله الجمهوريه صعبه بالنسبه لهم، في ماتشات برضو مهمه جدا عندهم، سيمي فاينل وفاينل مهمين جدا في الوقت اللي جاي. طبعا لان هيبقى سموحه هو بطل اسكندريه يكون موجود وسبورتنج يكون موجود، بالاضافه لفرقه دور فرقه كويسه ووادي دجله، فهيكون عندهم منافسه. لكن بصراحه هم بيتطوروا جدا مع كابتن خالد عياد، بحيث الفرقه بتتطور بشكل كبير، وان شاء الله يكون لهم يعني شكل كويس، واتمنى ان شاء الله انهم يحققوا بطوله الجمهوريه. انا بحييهم بصراحه، مبشر وواعد، وقريب يعني هنشوف منهم بنات ان شاء الله بعد سنوات كده يكونوا نوال الفريق اول باذن الله. كابتن ايهاب انت بتنزل معاهم في الماتشات تحت 14 سنه وبتقف معاهم وتتكلم معاهم مع كابتن خالد عياد؟ انا وكابتن نبيل بخيت طبعا ماتشات موجودين معاهم بشكل يعني دائم، يعني على حسب ماتشات الصراحه يعني، بس كانت فتره بطوله منطقه القاهره كنت موجود معاهم في الماتشات، كنت سعيد بتطور مستواهم وادائهم وروحهم. وفعلا والله خالد انت عارف ماتش الظهور ده مش سهل ان فرقه صغيره او البنات صغيرين يعملوا كومباك في الكوارتر الرابع 12 بوند
بعد فتره بيعملوا كومباك فعلا هي دي روح النادي الاهلي اللي فعلا هي جيناته بيتوارثوها. هايل طبعا دي حاجه مشرفه جدا وحاجه رائعه، لكن خلينا نقول طمنا على مستوى الناشئات في النادي الاهلي يا كابتن ايهاب. والله الحمد لله احنا في الناشئات 14 سنه احنا بطل احنا بطل خدنا بطوله المنطقه تحت 14 16 و18 ما شاء الله الحمد لله في الدرجه الاولى كمان خدناها معنا خدنا كل بطولات المنطقه ما شاء الله ثاني الجمهوريه ان شاء الله باذن الله وعندنا بس فرقه محترمه 15 سنه ولا 14 ان شاء الله يتوجوا ببطولات الجمهوريه يعني بموت تاريخي بالنسبه للنشاط ان شاء الله باذن الله. لازم نستغل وجودك معانا وطمنا على الدرجه الاولى ودوري السوبر العظيم ما شاء الله نتائج مبهره لفريق السله سيدات. الحمد لله رب العالمين احنا امبارح كسبنا سموحه بعد اوفر تايم ماتش يحصل لنا فيه اوفر تايم الحمد لله احنا كسبناه امبارح والحمد لله احنا متصدرين الدوري 25 نقطه ورانا سبورتنج 24 نقطه وفضل لنا مباراه مع سبورتنج ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله ده اخر مباراه في الرايح جاي مع سبورتنج ان شاء الله باذن الله. يا كابتن ايهاب نبارك لك على كل بطولاتك ما شاء الله فريق الناشئات وفريق الدرجه الاولى اللهم لا حسد نمسك الخشب باذن الله نبارك لك في اخر السيزون على كل بطولات السيزون. شكرا كابتن ايهاب الالفي. قولي لي طموحك ايه في المرحله الجايه نورين؟ ان احنا ناخد اول جمهوريه طبعا عشان يسمع في 16 سنه لما نبقى طالعين ان احنا واخدين اول جمهوريه واول منطقه ان احنا نخوف الفرق الثانيه لما نبقى طالعين في 16 وفي الدراسه ان انا ابقى ناجحه على طول في الدراسه واجيب درجات كويسه عشان الاثنين يساعدوني في حياتي العامه كلها. العامه كلها مرام قلت لي ان ماما يعني هي اللي تعبانه معاكي في كل حاجه تقولي لها انت على هوا النهارده. ربنا يخليها ليا طبعا. حيل. وتفضل معايا على طول. ربنا يخليها لك. لا لازم تشكريها بقى عايز تشكري شكر تقيل كده ماما تحس ان هي بنتها. اشكرها طبعا على طبعا تعبها معايا ان هي تعبت معايا كتير. مش عارفه اقول لها ايه تاني. قولي لي تعامل كابتن خالد عيال معاكم. لا هو جوه الملعب حاجه وبره الملعب حاجه تانيه خالص. خلينا جوه الملعب ده الاهم. لا جوه الملعب لا لا كابتن خالد كل ماتش بيدينا حافز كبير ان احنا الماتش اللي بعده هنكسب يعني الماتش ده احنا خلاص خلاص الماتش اللي بعده هنكسب قبل اصلا ما نلعب ماتش. اول ما تفرحوا يقول لك شكرا خلصنا احنا عندنا ماتش جاي. بالظبط بالظبط بيعملها ازاي بقى؟ حتى بيقول ايوه خلاص احنا يقول لنا خلاص الماتش ده خلص الماتش احنا عايزين نركز في الماتش اللي بعديه احنا هنكسبه ان شاء الله قبل كل ماتش لازم يقول احنا هنكسب الماتش ده. هو كده كل أيوة كان دايما بيدينا امل كل في الحاجه طول الماتش احنا هنكسب ان شاء الله حتى في ماتش الظهور. ايوه ماتش الظهور ده كنا خسرانين فرق كبير احنا لحد اخر ثانيه لحد اخر ثانيه كنا بنموت على الكوره. عايزكم بس واحده واحده عشان الكاميرات ما تجريش معانا يعني بالراحه اتفضل. احنا اللي معدين الطول 175 بيشوتوا 3 بوينتس تحسبهم باربعه. ايوه انا جبت اثنين نقول جابت واحده عوضنا دخلتين فريده دخلت عملنا جود ديفنس غيرنا في الديفنس في اخر اخر كوارتر عشان احنا ما كناش طبعا يعني متوفقين. كنا بالظبط كناش متوفقين في الاول لكن بعدها اول ما حسينا ان احنا قدر الله كنا هنخسر بس الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. ربنا يوفقكم 100% ملك. قولي لي مين مسك الاعلى في كره السله سيدات؟ كره السيدات هلا مصطفى. هلا مصطفى كلكم هلا مصطفى؟ لا هي عشان هي بيبوت فهي بتقول هلا مصطفى. نجمه كبيره قولي لي تعجبك ايه في كابتن هلا مصطفى؟ تواضعها هي عامه متواضعه وانا بحبها شخصيا. بتتكلم معاها وتتكلم معاكي ولا عادي ما بتتكلموا معاها؟ بتقولي لها ايه؟ لها ايه؟ مزاجك الاعلى مزاجي الاعلى بس انا ما بتكلمش معاها كان هو كلام دايما على طول كده فلا بس يعني هي عامة مثلا أعلى في كل حاجة هي بتحب لعبها شخصية تهضم ملعب مع أصحابها وكده. تقولي لها إيه أنت على الهوا النهاردة؟ دلوقتي دلوقتي حالا على الهوا تقولي لها إيه؟ لا أنا بحب لعبها جدا ويعني هي ما شاء الله عليها كويسة جدا. حلو قولي لي يا نورين الاحتراف. الاحتراف طبعا احنا بنشتغل عليه من واحنا صغيرين ان احنا لازم نبقى مستعدين من واحنا صغيرين ان احنا لازم نلعب كويس ونكسب بطولات واكسبيرينس كتير في الماتشات ولازم نركز عشان لما نكبر في سن الاحتراف نجيبه ونبقى عارفين نروح نلعب بره ازاي ونتعامل ازاي بره مع الناس وفي الباسكت وبره الباسكت. ناويه تحترفي؟ اه. تدرسي ايه؟
بدرس ايه؟ سنه كام يعني؟ تانية اعدادي. تانية اعدادي وناويه باسكت ولا مذاكره؟ الاثنين. ناويه الاثنين؟ الاثنين مركزه في الاثنين جدا. الاثنين مرام نفس الكلام؟ طبعا. ناويه؟ احتراف برضو؟ طبعا. لدين سلعوه محترفه في امريكا؟ وكذا بنت كتير قوي محترفين. عايز تسلك نفس المسلك؟ اكيد. الدراسه مع الـ مع الـ مع المذاكره يعني دراسه ومذاكره حاجتين شويه مختلفين. في احتراف؟ لا الاثنين. الاثنين مصممه؟ مصممه على الاثنين. ملك وليلي مواقف بتحصل جوه الفرقه مع بعضيكم؟ مع بعضينا؟ لا احنا في هزار بيحصل. في هزار بس مش الوقت التاني لان بيبقى في مذاكره فما بنلحقش نقعد مع بعض كتير. فمواقف زي مثلا نبقى قاعدين مع بعض عادي بعد الماتش هزار بعد الماتش؟ لا بعد الماتش كتير قوي كتير وبنقعد نهزر كتير جدا. قولي لي مواقف منهم تقدري تقوليها على الهواء من غير الاغنيه اللي هم ما رضوش يقولوها يعني. فظيعه. هنتكلم فيها بعد الهواء. قولي لي غير الاغنيه. غير الاغنيه احنا بعد كل ماتش في الباص بنرجع كلنا فرحانين بنرقص ونغني بالظبط يعني بنقعد نرقص. مفيش العمليه مهيصه خالص؟ جدا مفيش اي امور مفيش حاجه. التركيز جوه الماتش بس. تركيز جوه الماتش قبل الماتش برده بنبقى مركزين. بعد الماتش خلاص بقى بنهزر بقى براحتنا. كابتن الفريق بتعمل ايه معاهم؟ لا معاهم برده لو كسبنا ماشي لكن قبل الماتش لا كلنا مركزين. لا حتى كلنا مركزين بعد الماتش كسبنا الحمد لله يعملوا اللي هم عايزينه. مين اكتر واحده عامله لك مشكله جوه الفرقه؟ كلهم ولا ايه؟ لا 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 والله كلهم. انا لما خلاص عارفين جد 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 هم الحمد لله يعني بيفهموني فعارفين ان انا خلاص يا جماعه احنا هنبدا ماتش خلاص تمام. واحنا صغيرين كان الموضوع صعب شويه عشان كانوا لسه صغيرين ما هيبقوش نفسهم متستعد زي هم جايين يلعبوا في الفرن. اسالك سؤال، دخلت الباسكت عشان ايهاب الالفي هو كابتن يعني لعيب في النادي الاهلي ولا عشان انت حبيت الباسكت؟ انا مامتي كمان كانت بتلعب فولي. عارف. فانا جربت فولي، جربت فولي وباسكت. شكرا واحد مش لما تروح البيت هتحصل مشاكل، اسمعي كده يعني. ما تقوليش كده، نخش على الباسكت. انا لا والله انا في الاول جربت باسكت، كنت لسه صغيره فدخلت فولي جربت شويه فولي كنتش يعني كنت في الباسكت احسن. في الباسكت احسن. كملت في الباسكت. قولي لي يا مرام كابتن كابتن الفريق لما بتتعامل معاكم. لا طبعا. ايه بقى القفشه بتاعتها وريحيني كده على الهواء. القفشه دي انا لما ايوه بنبقى هايجين قبل الماتش. ساعات بنبقى لما الماتشات تبقى ضعيفه بنقعد نهزر هي بتقعد تقول لنا لا ما ينفعش لا 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 اديني وشها. لا عشان ليها طريقتها لوحدها تعرف تعملها بس هي هي تعرف تعملها. حتى احنا لازم نركز ما ينفعش لا حد يعرف ابدا حد يعرف يقلدها. لا هي تاخد الرياكشن خلاص بس ما فيش حد بيزعل منها عشان احنا عارفين هي قصدها ايه. هي قصدها كلنا هدفنا واحد. هي بتزعل الماتش سهل الماتش صعب مالناش دعوه لازم ما ينفعش نستقل بالماتش محدش بيزعل منها ابدا. نحاسب نفسنا الماتش يضرب مننا في اول زي ماتش الجزيره نضطر ان احنا الكابتن ينزل الخمسه الاساسيين ان هم ايه يعوضوا ماتش. تمام. انت مش عايزه الماتش يمشي كده، عايزه الماتش كله اللعيبه تلعب كله نبدا من الاول اجريسيف كله من بدايه الماتش نضغط من الاول ناخد الكوره نكسب ان شاء الله يعني. لو ماتش ضعيف حاجه و30 بونت خلاص نبتدي بقى نرجع في الديفنس مان تو مان نقفل عليهم مع بعض. تمام. كسبتوا الزمالك 58 22 مظبوط؟ ايه النتيجه دي؟ النتيجه دي؟ احنا الحمد لله كنا متوفقين. كنا لا احنا كنا كويسين جدا احنا اصلا انا او هم كلنا الفرقه كلها كنا عايزين نكسب الماتش دوت بالذات عشان دول الزمالك. ده زمالك. كنا عايزين نازلين كلنا حتى عارفين ان الماتش مش قوي بس دوت الماتش الوحيد اللي في منافسه بين النادي الاهلي والزمالك. طبعا قاعدين بين بعض اللي هو لازم تبقى منافسه كبيره. كنا نازلين عايزين نجيب السكور فرق كبير والحظ كان معانا طبعا عشان في ملعبنا. كمان الحظ كان معانا يعني جدا بس احنا كنا برضو مركزين قوي. احنا لازم نركز وكان في ناس كتيره بتتفرج علينا ونادي الزمالك كان بيشجع كتير واحنا كمان كنا بنشجع كتير فعشان كده كنا مركزين قوي. وكمان ده نادي الزمالك فاحنا لازم نكسبه حتى لو هو اقل مننا. لازم نخلص. ملك جاينا من الزمالك. ملك كانت في الزمالك وبعدها هايل جات لنا. لا لا عشان جات لها فرصه احسن في الاهلي. لا ملاش لا مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 ملاش الكلام ده. بتلم ريباوند الكره بتعديهم فوق يعني راسها بيبقى كله فوق
يا تحت ايوه ايوه هم عند الكوعه تحت الكوعه تحت ما شاء الله عليهم يعني هي جت فادتنا جدا كلكم بصراحه يعني هي جت فادتنا عايز اسالكم سؤال ليكم كلكم فعايز كل واحد طموحكم ايه في المرحله اللي جايه او انت عايز طبعا ان احنا ناخد واحد واحد بقى اوكي انا طموحي ان انا ناخد كلنا الجمهوريه ونبقى عشان ده هيفيدنا برده زي ما نورين قالت في ال 16 سنه وهيخلينا نبقى ناس نبقى احسن كتير ونخوف الفرق الثانيه ان احنا خدنا جمهوريه وخدنا اول جمهوريه وخدنا اول منطقه فده هيخلي ده طموحك في الرياضه او طموحك اللي خارج الرياضه اني ابقى مهندسه زي كويس قوي هاي قولي لنا طموحك ايه في المرحله الجايه برده ان احنا نكسب زي ما قلت قبل كده برده نكسب الجمهوريه عشان احنا الفرق كلها بعد كده خلاص هتخاف مننا احنا كسبانين اول منطقه اول جمهوريه بس ده برده مش هيخلينا ان احنا خلاص احنا واخدين اول جمهوريه اول منطقه ان احنا خلاص نبقى متكبرين عليهم او مش نقول خلاص ما احنا خلاص بقى مش مهم مش فارق معانا لا احنا لازم نركز خارج الرياضه ان انا برده ابقى ناجحه في حياتي كلها وفي الدراسه ابقى كويسه وابقى ناجحه على طول في حياتي يا رب باذن الله مرام كلمه اخيره عن طموحك طبعا ناخد الجمهوريه هايل تمام عشان تقول مره ثانيه وافضل على طول متقدمه كده وحقق نتائج كتير تطلع دكتوره لا مهندسه انا هجيب مهندسين جدا هختم مع كابتن الفريق زيانه تقولي لا طبعا احنا لازم الفتره الجايه دي لازم نشد حيلنا جامد قوي فرقه سموحه مش وحشين فرقه كويسه احنا لعبناهم ماتش ودي خسرنا فرق 3 بوينتس تقريبا بس احنا لو كنا بالشوطات بتاعتنا والدخلات الفاول كانت وشوطنا مثلا 3 شوتس والفاولتين كنا احنا ان شاء الله كنا نكسبهم وان شاء الله احنا السنه دي نكسبهم بس نشد حيلنا في الاول وناخد الموضوع سيريس من الاول من اول تمرينه يعني. انا بشكركم جدا نجمات متالقات معانا ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه نلاقيهم في فريق الدرجه الاولى سيدات دايما بطولات للنادي الاهلي ودايما انجازات للنادي الاهلي لكن في نهايه حلقتنا لازم قبل ما اشكر وقبل ما اقفل الحلقه لازم اقول الف سلامه للكابتن اشرف توفيق مدرب النادي الاهلي اللي هو النهارده يعني بعد مباراه سموحه والزمالك بعد ما كسب النادي سموحه كسب المباراه اتنقل للمستشفى بس هو عنده هبوط خفيف ان شاء الله الف مليون سلامه للكابتن اشرف توفيق يقوم بالف مليون سلامه وهو دائما وابدا معانا لان هو في الاخر مدير فني في النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي قبل كده في الباسكت في نهايه حلقتنا بشكركم والى اللقاء